فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الوالد يشاهد المحرمات على التلفاز وهو كبير في السن، فهل يجوز لي أن أقوم بتعطيل هذا التلفاز وتخريبه بدون علمه؟ يصلحه ولا يجيب من يصلحه، لكن انصحه، بين له أن هذا لا يجوز، ذكره بالله وأنت كبير السن، ومجالك مجال ذكر الله والتسبيح والتهليل والاستغفار، لا تختم عمرك مثل هذا، ذكره بالله وانصحه وعظه لعل الله أن يمن عليه بالتوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم لا، مجرد أنك تعطله يجيب جديد، يمكن يجيب جديد ولا يصلحه ولا. نعم.